أنا تنقول بأنه رئيس المجلس ومكتب المجلس خرقوا مقتضيات القانون للجماعات في 2013. لقد قمتم بخرقها الدستور، قانون دليل جزء من الدستور. هذه المرة الثانية تتعاملون باستهتار مع المعارضة. أنتم تتعاملون بشيء انفرادي، كما لو أن الجماعة الأمريكية خاصة لأحد. جدار الأعمال التي يقول المجلس والانتخابات الآن فارغة. لا علاقة لها بالانتخابات، لا علاقة لها بمصالح ديال السكان. فتحوا جماعة سيتي باص اللي خلاها باش تفتح التحكمات. جبناها واحد بجد تقول أنت كلمة، تجيب 14 حاملة، والخدمة اللي تجيب منها الشركة تتحاسب عليها، واللي تيسيرها تشرع علينا يزيد عليها ويضيع. ديال رئيس الدكتور صالح اللي مشى للحبس. هذه نقطة ما قدرتش تقول بها حتى شي حاجة. النقطة الثانية شارع عام محتل. وقلنا بأن وكيل قانون الأمن العقارية تقول بأن الشارع العام مجان كانوا بالطجة والناس يوميا عليهم ابتزازات. هذا المجلس الصابع ست سوق ديال سيدي بوسكري لأن قلتوا بأن كاين كورونا ثلاث سوق ديال سيدي بوسكري. عندنا صوابع جماعات ترابية السماسرة وتفزيز العقار وبأنه كاين شبهة ديال تحويل سوق سيدي بوسكري العقار وما الآن خصو يتفتح سوق ديال سيدي بوسكري. ملاعب قرب ما خديتش تفعلوا نقطة في اللجان صارت العيادة مجانية ملاعب قرب وكاين دولية ديال وزير الداخلية هذا الشيء وما خديتش ديروا حتى شي حاجة. ماذا المختار؟ وقت في الرئيس هادشي اللي درتي شي كاين في الحلقة تاع المهم هذا مطلب مهم مختار وكنقول لك ماذا خدت جاوبني ماذا خدت جاوبني على الإشكال اللي واقع من الوقت الكنسة اللي ولاو كيقللوا في الجوانب ما كيمشوش الموظف كيطلبوا شنو يتوسط ليهم باش يتوقعوا لهم الوظائف ديالهم. مازال كنتسنى تتجاوب ما بغيتي تجاوب هنا تجاوب هاد البوليس باش حتى انا نجاوب انا بقيت بوضوح ماشي كتبتي شكايه تعرفوا الانجليزي وتمشي الحال لا جاوبني هنا ولا سير جاوب بالطريقه القضائيه ونطلقوا في الحكام باش نفضحوا نفضحوا بالادله هادشي اللي كوقف الناس فما يمكنش قلنا للرئيس كلنا طبعا عدد الناس كلنا كنا الرئيس ما طالعش وداير الاشكال ديال الناس وموقف المصالح ديال المدينه واحد اللحظه نعاودو نجيو نجلسو معاه ما بقاوش تخرجوا بهاد المدينه ولذلك قلنا شي كلام كيخصنا نتبعو حتى الاخر حتى الاخير والعباس راه على جو هي اللي ما سمعتيش ولكن عطيه الكلمه هو اتخاذ القرارات يجب حتى النيه راه ساهل اللي تاخذ قرار يمشي في صحه وحده شنو هو لا فاكتور مادام ما يمكنناش نتحاور مادام نتوما لا يجاش في بيت مادام لا يوميا لا ما يجاش في بيت هذا الشيء اش كنضربوا دابا بعد المنبر عادي.